الاستغفار الصحيح اللي هو سيد الاستغفار الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت ربي لا إله إلا خلقتني وأنا عبدك وأنا عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، أبوء بذنبي، اغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا سيد الاستغفار. وأيضا كان يكثر النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم استغفرك وأتوب إليك، أستغفرك وأتوب إليك، أو أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله لوحدها. هذا الوارد، وأي صيغة قالها إن شاء الله تعالى قريب من هذا ما في بأس إن شاء الله تعالى.